السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا نواصل شرح ما تبقى من المنهج في الفصل الدراسي الثاني. النهاردة هناخد مع بعض قصة طموح جارية. أنا عملت الفصل على هيئة أسئلة، كل فكرة سؤال، يعني خدت الأفكار كلها علشان تفهم معايا الفصل كويس، خدته على هيئة أسئلة، وده عصف ذهني ويسترعي انتباهك أكتر. يعني الفصل اللي هو معانا النهاردة الفصل الثالث عشر، اللي هو المصيدة، مصيدة المسلمين أو المصريين بمعنى أدق لويس والحملة الصليبية أو الفرنسيين، هنشوف مع بعض. هأخد أول سؤال، ما مضمون رسالة لويس إلى زوجته مارجريت؟ طبعا بعد ما استولوا على دمياط زي ما شفنا في الفصل السابق اللي هو كان المنقذة، لويس أخذ يتحدث عن انتصاراته ويعترف بشجاعة العرب، وأرسل رسالة لزوجته مارجريت. ما مضمون هذه الرسالة؟ رسالة لويس تناولت مارجريت هذه الرسالة وأخذت تنظر فيها، وابتسامتها تتسع شيئا فشيئا، مبسوطة باللي عمله زوجها، معبرة عما تجد فيها من أمل هذه الرسالة، ولذلك هي ابتسامتها رد فعلها إيه؟ مارجريت أخذت ابتسامتها تتسع شيئا فشيئا. يقول لها: تقدمنا يا عزيزتي من دمياط بهمة حتى بلغنا فارسكور. فارسكور يعني بعد دمياط كده، يعني هو تبع دمياط. بجانبنا شوانين الضخمة تتهادى في مياه النيل الجارية، وبعد قتال مرير انتزعنا هذه المدينة اللي هي فارسكور، وأقنعتنا هذه المعركة بأننا كنا واهمين حين ظننا أن العرب خائفين منا، وأن امتلاك بلادنا لهم، بلادهم إن إحنا هنمتلكها، إحنا كنا ظنين إن الموضوع ده أمر ميسور لنا ولن يكلفنا عناء كبيرا. ثم انطلقنا مسرعين إلى المنصورة. بعد ما خدنا دمياط وفرسكور انطلقنا مسرعين إلى المنصورة، وألقينا مراسينا على البر المقابل لها، لا يفصلنا عنها. أصبحهم في البر المقابل للمنصورة، لن يفصلهم عن المنصورة إلا بحر أشموم. خلي بالك من البحر ده، كلمة بحر أشموم، بحر أشموم، لأن هو بينهم وبين المنصورة البحر ده. ولو رأيت جنودنا الذين يملؤون السهل وخلفهم المروج النادرة لطار بك السرور إلى فرنسا. يريك الفرق الشاسع بين مصر وفرنسا، حلمنا القديم. ومن العجب أن العرب لا يريدون أن يلقوا سلاح ويرفعوا راية التسليم، وهم يرون أعدادنا وحماسنا وقوتنا، ونحن نراهم رأي العين على البر المقابل، يعني احنا شايفينهم وهم في المنصورة. وإذا سقطت المنصورة فلن يبقى أمامنا إلا القاهرة. احنا لو استولينا طبعا على المنصورة ما فيش أمامنا إلا القاهرة. لا تقلقي يا ملكة الشرق، بيحدث زوجته، لا تقلقي يا ملكة الشرق، مش الغرب، هي فرنسا الغرب، يعني بيديها أمل إن هي ستملك مصر يا ملكة الشرق، فسوف نبلغ الهدف وإن كان الوقت الذي حددته لك لدخول القاهرة سيتأخر قليلا، وسوف ندخلها قبل انقضاء هذا الأسبوع، فاستعدي. ده كان مضمون رسالة لويس لزوجته مارجريت. هنا ده كان الفكرة الأولى، أو ما مضمون رسالة لويس إلى زوجته
مارجريت. هأخد بعد كده تميزت شجر الدر عن غيرها من النساء في رأي لويس، وضح ذلك. نشوف رأي لويس في شجرة الدر. هو برضو يعني ما زال في الرسالة بيتحدث عن، يقول لها الجو جميل فاتن، والهواء لطيف رقيق، والمكان بهيج رائع، لا يعكر صفونا غير مآذن المسلمين. اللي بيخلينا بنزعل ويعكر صفونا الأذان بتاع المسلمين اللي هو الخمس صلوات يعني، وأصواتها التي تنبعث منها قبل طلوع الفجر وهم نايمين، ويزيدنا إقلاقا ذلك الضجيج المنبعث من مضارب المسلمين ومن المنصورة كلها، لأنهم كما يقولون في شهر لهم يسمى رمضان، الكلام ده كان في رمضان، يصومون فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يأكلون ويشربون طوال ليلهم ويغلقون أفواههم مع طلوع الفجر. فيقول لها نسيت، شوف رأيه في شجر الدر، نسيت يا عزيزتي أن أحدثك عن تلك المرأة العجيبة التي تقود المعركة والتي تسمى شجر الدر شيطانة. شوف رأي لويس في شجر الدر، يقول لها شيطانة خلقت من حديد لا تكل ولا تمل، تضع الخطط وتوجه المملكة في جميع شؤونها بدقة وإحكام، ولا تزال توهم الناس بأن السلطان في سريره حي يتماثل للشفاء. إذا انتقلت للفكرة دي، لعبت شجرة الدر دورا مهما في إعداد المعركة، وضح ذلك. الفكرة على هيئة سؤال، انتبه معي. شجرة الدر في ذلك الوقت كانت تعمل دائبة، تشجع الجنود وتدفع الخطباء إلى القول وترسل الأخبار إلى البلاد وتتلقى الأنباء في جوانب المملكة وتعد الأبطال بالجوائز الغالية وتدفع الفدائيين إلى العمل. ده كله كانت بتعمله شجر الدر. طيب لو خدت بعد كده، ماذا كانت شجر الدر تفعل بالأخبار والأسرة؟ يعني إما كان بيدولها أخبار كانت بتعمل إيه؟ عندما كانت تتلقى الأخبار كانت تبعث بها وبالأسرة إلى القاهرة، وكانت بتبعث بالأسرى أفواجا تلو أفواج، فيطاف بهم في الشوارع والأزقة، فضيحة لهم يعني، تلفهم كده إيه في الشوارع والأزقة، ويعلو التكبير وترتفع الأيدي في القاهرة بالشكر والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتم نصره ويهزم أعداء الله. طيب لو خدت بعد كده، ما موقف شجر الدر فيما اتفق عليه لويس مع قواده ومهندسيه؟ لما أخذ الفكرة ديت اللي هي على هيئة سؤال، رأى لويس أنه سيفقد جيشه بعضا وراء بعض، حتى استمر، لو استمر هذا الحال، ورأى أنه لابد من معركة يتلاقى فيها الجيشان، وجمع قواته ومهندسيه وجعلوا يتداولون الرأي، واتفقوا على أن يقيموا جسرا، الجسر ده يعني كوبري، بينهم وبين المنصورة، يعني في بحر أشموم أهو، هو عاوز يعمل كوبري جسر، يعني الجسر ده يعني كوبري، يعمله علشان يعبر إلى المنصورة. يعمل إيه؟ طبعا لان امطار بينه وبين المنصوره، فشجره الدر كانت يقظه للموضوع ده، لما يصنع او يدبرهم لهذا الموضوع، فجمعت القواد والمهندسين وتدارسوا الموقف، ثم اتفقوا على ان يتم الهجوم على الفرنسيين اثناء بنائهم للجسر، يعني هما بيبنوا من الكوبري ده هنهجموا عليهم. وتم تنفيذ الخطة بنجاح، وعجز الفرنسيون عن إقامة الجسر الكوبري، كما اشتد هجوم الفدائيين عليهم. كل يوم الفدائيين يروحوا يقتلوا منهم بعض الناس ويأسروا اللي يأسروه. فطبعا لويس حائر، اندهش، هو ده اللي سلمونا المنصورة بكل سهولة؟ فأصبح يصيح قائلا في عجب، كيف هذا؟ أليس لهذا البلاء من دواء؟
طيب أروح واخدة بعد كده الفكرة، ما الفكرة التي تفتقت عنها أذهان الفرنج؟ يعني في فكرة طرحت أو تجددت على أذهانهم، عملوا إيه؟ تفتقت أذهانهم، شوف هو إجابة السؤال، تفتقت أذهانهم عن فكرة ظنوها ستحميهم، الفكرة ديت أن يبنوا برجين كبيرين من الخشب يحشدان، يعني يملؤان البرجين دول بالرجال والقذائف، يلقون منهما قذائفهم، يعني ان المهندسين بتوعهم يبنوا في الجسر والبرجين دول يكون فيهم ناس يقذفهم المسلمين او المصريين اثناء بناء الجسر، عشان يتم بناء الجسر الذي يتحرك ليمتد الى الشاطئ الاخر. فقالت شجر الدر لقوادها ومهندسيها: ما العمل؟ الجسر يتحرك، يعني البرج والبرجان يتحركان معه، ولا بد من الإسراع بإيقاف ذلك الخطر. انظر معي بعد ذلك، فيه طبعا انتوا خدتوا في التاريخ اللي هو موقعة التل الكبير، اللي هي معركة التل الكبير بتاعت أحمد عرابي، الخيانة تدمر في كل زمان ومكان، والتاريخ يحكي لنا ذلك. الخيانة كان في معركة التل الكبير بتاعة أحمد عرابي هي اللي سببت الهزيمة. أيضا شوف اللي حصل هنا، واحد مصري أو نقول عربي، هأخد الفكرة دي على هيئة سؤال: ما المساعدة التي قدمها الخائن العربي للفرنج؟ وبما أمر لويس أخاه درتوى ده أخو لويس، عمل إيه؟ بعد أن وقف العمل في الجسر وخيم السكون على مضارب الفرنج، واعتكف لويس في خيمته يفكر، وطال به التفكير معلقا أمامه بمعجزة تنقذه من براثن العرب، وجمع القوات وجعل يفكرون في حل. وقبل أن يجدوا حلا أقبل أحد الأتباع لاهسا ينبئ لويس بأنهم وجدوا رجل يدلهم على طريق إلى العرب، في واحد هيودهم للمنصورة على طول من غير بناء جسر ولا حاجة، ويفاجئون العرب ويأخذونهم أخذا وبيلا. طبعا صح، لويس غير مصدق. فهذا الرجل اللي هو الخائن ده قال له: رأيت مخاضة رأيتها رأي العين يا مولاي. المخاضة ديت يعني إيه؟ يعني البحر، ساعات البحر يعني زي ترعة كده بس مملوءة تبع نهر النيل، بس هما بيسموه بحر أشموم. بحر أشموم طبعا تبع النيل، المية عذبة، في حتة بتكون موجودة في البحر بتكون المية ضحلة، يعني مش عميقة، ما فيش حد يغرق فيها، دي اللي أنقذتهم. فقال له هذا الخائن: في مكان مخاضة، مخاضة يعني مكان مية خفيفة خالص وضئيلة، ممكن إن إحنا نعبره من عليها للمنصورة. هي ديت الفكرة بتاعت هذا الخائن الذي باع بلده من أجل مال أعطاه له لويس. فالتفت لويس إلى أخيه الغبي المتسرع درتوى وقال، والفرح يهزه: تسرع أنت يا درتوى بفرقة الفرسان وتخترق تلك المخاضة وتعبر بحر أشموم وتفاجئ العرب وتشغلهم بالقتال عن الجسر. أنت تروح يا درتوى بسرعة على ما إحنا نبني الجسر بسرعة، يعني البناء ده مش هيكون مثلا خرسانة رمل وأسمنت وكده، لا ده بتبقى قواعد زي اللي حصل كده في معركة السادس من أكتوبر، المهم خشب وكده عشان إيه يعبروا عليه للمنصورة. سار درتوى وراء بفرقته كلها، جيش لوحده هو درتوى اللي هو أخو لويس، خلف ذلك الخائن الذي باع ذمته ووطنه بالمال، حتى بلغ المخاضة المكان الضحل اللي فيه مية بسيطة، ثم اقتحمها وخيوط الفجر تنتثر في الأفق، وأخذ العرب على غرة، يعني هيروحوا عند القصر بتاع شجر الدر. ولم يكن العرب يتخيلون المصريين يعني وشجر الدر أن يصل إليهم الفرنج، لا من الأرض ولا من السماء، عمرهم ما يتخيلوا إيه اللي حصل ده. شوف الخيانة بتعمل إيه. فنهض فخر الدين بن شيخ الشيوخ إلى جواده وقفز على صهوته بسرعة واندفع إلى الفرنج معجلا دون أن يعد عدته، مش مستعد.
ليس حوله سوى ممالك بسيطة، واقتحم صفوف الأعداء في بسالة، والتفوا حوله وناوشته سيوفهم من كل جانب، فخر صريعا، قتل أو استشهد فخر الدين بن شيخ الشيوخ، لأنهم طبعا اتخذوا على غرة، وصلوا إلى قصر شجر الدر. اللي هو السؤال ده اللي هو موقف فخر الدين من هجوم درتوى، وماذا كان مصيره؟ لو أخدت بعد كده علل، كانت شجرة الدر تحث الممالك البحرية على الاستماتة. شجرة الدر اتفاجئت بالمصيبة، راحوا لها عند القصر بتاعها تعمل ايه؟ شجرة الدر أخذت تحثهم على الاستماتة لإنقاذ شرف السلطان وزوجته وجواريه، وإنقاذ شرفهم هم كمان. هو ده كان موقف شجرة الدر، وكانت بتحس الممالك البحرية إن هم يستميتوا. من تقدم من الممالك البحرية التي واجهت الفرنج؟ انظر إلى من تقدم اللي هو اشتهر بعد ذلك، اللي هو من تقدم من الممالك البحرية. طبعا التهبت حماستهم وتقدمهم ركن الدين بيبرس. بيبرس هذا الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه في مقابلة الأعداء، وقابلوا الأعداء بسيوفهم، حتى فيه حي في القاهرة اسمه الظاهر، اللي هو الظاهر بيبرس. تقدم المسلمين أو المصريين وأخذ كل شجاعته، وأخذ بسيوفهم المصريين حواليه ورماحهم وصدورهم، والجواري تصرخ من وراء شجرة الدر، فتصرخ لهن الدماء في عروق الفرسان، لا يبالون بما أمامهم من سيوف ورماح. ووجه بيبرس هجومه إلى الكونت درتوى، وبعث بفرقة أخرى إلى خارج المنصورة لتحصر المعتدين وتقطع اتصالهم بقوات الفرنجة. وهنا أخذ طعنة نجلاء، يعني واسعة، طعنة درتوى. من اللي طعنوه؟ بيبرس. طعنة درتوى طعنة نجلاء، خر على إثرها يتخبط في دمه، وتمت إبادة من حول الكونت، ولاز الآخرون بالفرار. قتل درتوى، متسرع غبي درتوى، كان يظن أنه سينجح فيما أخفق فيه غيره. أصبحت شوارع المنصورة وأزقتها كلها فاتحة أفواهها للقاء هؤلاء المعتدين، وأصبحت الشوارع مليئة بالقتلى من الفرنسيين، لأن كان في المنصورة معركة تشابكت، تقابلت فيها الأجسام وتشابكت فيها الأيدي، حتى اللي ما معهوش حاجة كانوا بروحهم يضربوهم كده بإيديهم. وهنا سنأخذ فكرة على هيئة سؤال، كان موقف شجرة الدر من القائد بيبرس، ماذا كان موقف شجرة الدر من القائد بيبرس وكبار قوادها؟ جلست شجرة الدر في عظمة المنتصر شاكرة لربها عونه، ونظرت إلى القوات ثم قالت في سرور: شكرا لك يا بيبرس، أرضيت مولاي السلطان وأرضيت الكرامة والبسالة. ثم التفتت إلى عز الدين أيبك وأقطاي وغيرهما، لأن خلي بالك أنت هتاخد إن شاء الله القصة دي في السنة، واسمها قصة وإسلامها، هتاخدها بتوسع شوية. وأثنت على ما أبدو من شجاعة وإقدام على عز الدين أيبك وأقطاي والظاهر بيبرس، وأطالت النظر في وجه عز الدين أيبك وكأنها تدبر شيئا يخصه. ثم سألته قائلة: ومتى تنتهي المعركة يا عز الدين من هؤلاء الأشرار؟ هننتهي منهم إمتى؟ إنهم جرحوا جرحا بالغا لا شفاء منه، ولو هجمناهم وهم يلعقونه لأبدناهم جميعا. قال بيبرس في شجاعة: سيوفنا رهن إشارتك اللي أنت، بس أنت كده شوري، قوتنا في يدك، وقد غتت أرضنا كلها قبورا مفتحة لاستقبال هؤلاء الفرنجي، فمري بما تشائين، اللي انت عاوزة
اللي انت عاوزاه احنا هنعمله وهننفذه، لانها اصبحت هي الملكة الان، ملكة مصر. فقالت في سرور وثقة: نحتفل غدا بالنصر، وبعد غد ندع خطة للهجوم الماحق ان شاء الله. كده انتهت او انتهى الفصل الثالث عشر. واتمنى ان انتم لو سمحتم تقرأوا الفصل قراءة جيدة دقيقة، لأن احنا كنا في المدرسة بنقرأ بتروي، بناخد يطلع ساعة ونص، ولأن طبعا عشان تعرفين الوقت حاليا الوقت حرج، لأنها هي اسمها قراءة، وتجيبوا إجابة على التدريبات اللي موجودة عندكم في الكتاب المدرسي، لا تتركوا أي سؤال ولا نقطة في سؤال، ودمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.